الكلمة للزميل المحترم المبروك كرشيد، 5 دقائق. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أولا سيد رئيس الجلسة، أيها الإخوة الكرام، أنا نحب من هذا المنبر أتوجه بالتحية، كل التحية، إلى كافة الشعب الليبي المناضل والبطل. الشعب الليبي سواء كان في الشتات أو كان تحت القصف، كل شرفاء ليبيا من قبائل ومدن ليبية التي تعيش 10 سنوات من الجمر. وهذا الشعب نحيوه لأنه قدم كثيرا لأجواره، وعلاقات تاريخية بهم، علاقات أخوة حقيقية، ساهموا معنا في الحرب ضد فرنسا. نذكركم الخليفة بن عسكر الليبي قاتل في ثورة أولاد الشهيدة سنة 1914 ضد الاستعمار الفرنسي، تماما كما دافع الدغباجي أصيلة مدينة الحامة المناضلة التي أحييها ويحيي شرفائها، قاتل إلى جانب خليفة بن عسكر في ليبيا ضد الاحتلال الليبي. أحيي كل هؤلاء لأني أعرف أنهم يعتبروننا إخوة في الدم والهوية والثقافة، ويعتبروننا صدا منيعا ضد أن نكون خنجر في خاصرتهم نطعنهم من الخلف. شرفاء ليبيا ينظرون إلينا كإخوة عاشرناهم على مدى السنين الطوال، ونقف صدا ضد الاعتداء عليهم تماما كما وقفوا هم صدا عن الاعتداء علينا. آخر المحطات معهم كانت يوم 7 مارس 2016، عندما بلغونا في تلك الصبيحة، بلغوا الجيش التونسي من قاعدة الوطية وكانت تحت سيطرة الجيش العربي الليبي، بلغونا بأن الإرهابيين دخلوا إلى تونس، وكانت أول مكالمة وقعت من الجانب الليبي الذي حرس حدودنا وبلغنا بأن الإرهاب سيطالنا. تحية لكل هؤلاء الشرفاء، تحية إلى شرفاء الجنوب التونسي الذين يعرفون واجبهم إزاء إخوتهم وأشقائهم. على ماذا نتحدث اليوم؟ نتحدث على الشرعية الدولية. هذه كلمة حق يراد بها باطل. الشرعية الدولية يا سيدي الكريم، يا من ترفع رايتها رفع قميص عثمان في التاريخ، الشرعية الدولية أقرب جار لينا وأكبر جار لينا، لم يعد يتحدث عنها، يتحدث عن الشرعية الواقعية. اسمعوا الرئيس تبون ماذا قال أخيرا. على ماذا نبحث في ليبيا؟ نبحث على وحدة الدم بيننا وبينهم، على الأجيال القادمة، أو نبحث على المغانم الدنيوية وأن نربح قليلا؟ يا سيد رئيس الجلسة، يا زملائي في البرلمان، أخطأنا دبلوماسيا مرارا وتكرارا في حق هذا الشعب الذي يعاني، والذي أتاه الاستعمار، حلف الناتو أتاه منذ سنوات. أخطأنا عندما أدخلنا السلاح إلى ليبيا وعاد علينا بالوبال وقاتلونا به. أخطأنا عندما سلمنا البغدادي المحمودي وهو ابن تونس المولود في تونس، وكنا نعتقد أننا نناصر ثوار. أخطأنا عندما لم نراعي حرمة الدم وحرمة الأخوة. اليوم نريد أن نرتكب حماقات جديدة في حق هذا الشعب. ألا يكفي كم الأخطاء الذي رقمناه سنين طوال؟ ألا يكفي من حماقات التي نقوم بها إزاء هذا الشعب؟ الحياد الإيجابي يعني نناصر من يناصرنا ونعادي من يعادينا. والشعب الليبي ليس عدونا، الشعب الليبي صديقنا. عدونا هو من يأتي من وراء البحار، هو الذي يأتي من تركيا، هو الذي يأتي من الإمارات، هو الذي يأتي من فرنسا، هو الذي يأتي من أمريكا، هو الذي يأتي من روسيا. أما الشعب الليبي فهو أخونا في الدم وأخونا في التاريخ وأخونا في الأسهار وإخوتنا في المصاهرة. ماذا نريد أن نفعل بشعبنا التونسي في المستقبل؟ نريد أن يكون رأسه مرفوع إزاء إخوته، فكفوا عن مكاسب الدنيا إزاء علاقات التاريخ. لا تساوم وإن منحوك الذهب
رؤوسهم كرؤوس أخيك لا تساوم، وأن منحوك الذهب البرلمان التونسي لن يساوم على أخوته في ليبيا، ولو أغرونا بذهب البنك المركزي الليبي، ولو أغرونا بذهب تركيا، ولو أغرونا بذهب قطر. شكرا سيد.